هنأ نيافة الحبر الجاليلي الأنبا أرمية، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بمناسبة عيد رهبنة قداسته 36، وكتب نيافته على صفحته الرسمية منصة فيسبوك: نهنئ أبينا الحبيب صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بعيد رهبنة قداسته 36، كل عام وقداستكم بخير وإلى منتهى الأعوام.